صباح الخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج شمس البحرين. برنامج باجر هو برنامج يختص بالمبادرات الشبابية حق الشباب اللي عندهم مبادرات حابين انهم يقدمونها للمجتمع، حابين ان يفيدون المجتمع فيها. فاحنا كوزارة شؤون الشباب والرياضة اطلقنا هالبرنامج حق مثل ما نقول يفيد الطرفين، المجتمع والشاب نفسه. انا بديت تقريبا قبل 14 سنة، فتحنا شركة تنظيم فعاليات، وكان هذا شغفي. طبعا انا توسعت في امور ثانيه منها التدريب وشركات مختلفه. خلاص ما نبي نسولف، نبي نسمع جو الخميس. عرفتوا جو الخميس؟ هلا بالليل فاني يا هلا، عدد دقات قلبي في غيابه. هلا باللي بعد والشوق يابه، علي الله قلبي ما صخابه.